قول انت وسخه. سؤال بقى من برضو من السؤال بتاع حبيبه. طيب تاخر اجابه الدعاء برغم ان العبد بيلح على ربنا، يا رب انا عايز كذا، يا رب انا نفسي كذا، والدعاء بيتاخر في الاستجابه، طب دي ايه الحكمه؟ برضو دي برضو حكمه بتاعت ربنا ان هو بيتاخر على الاجابه بتاعت السائل، نعم، من هو بيدعي كتير بيلح بيلح كتير على ربنا، يا رب انا عايز كذا، يا رب انا نفسي في كذا. فايه الحكمه في كده؟ بص حضرتك، هو بعض الناس مش واخد باله ان في انواع عبادات هو مش الناس مش متعوده عليها. يعني انت قول لي كده، نقول بعض انواع العبادات. الصلاه والصوم. نعم. الصوم والزكاه والحج والحج. تسمحوا لي اقول لكم على عباده كتير من الناس ما يعرفهاش؟ يعمل ايه؟ لا، الدعاء. الدعاء، برافو عليك. ايوه بقى، انت كده تعلقت. في عباده يا جماعه اسمها عباده الدعاء. عباده الدعاء ديت زي بقيه العبادات، اللي ما يعملهاش هيخش النار. تاني هقول تاني، اصل الكلام خطير جدا، خدوا بالكم. يعني اللي ما يصليش هيخش النار الا لو تاب الله عليه بقى وقبل ما يموت. يعني اي واحد بيعصي ربنا وما بينفذش اوامر ربنا بيعاقب، صح؟ صح. فالدعاء كذلك، اللي ما يدعيش ربنا هيعاقب. ايه الدليل يا شيخ بلال؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم. الله الله الله، ان الذين يستكبرون عن عبادتي. ربنا وصف اللي ما بيدعيش ربنا بانه متكبر، متكبر، وهيدخل جهنم، سيدخلون جهنم داخلين. طب يا شيخ، في صيغه معينه او صيغه للدعاء. حلوه للدعاء؟ دايما يقول لك ابدا بالحمد وبالصلاه على رسول الله، وبعدها ادعي اللي انت عايزه. تمام. هل دي صيغه كويسه ولا في احسن كمان؟ هو بص هقول لك على معلومه مهمه جدا. هو عدد الانبياء حوالي 25، 25 نبي مرسل اللي مذكورين في القران. 25 نبي مرسل، ادم وادريس ونوح وهود وصالح والكفر ويوسف. ركز كده في الانبياء دول، هتلاقي كل واحد كان له دعوه غير الثاني. مما يدل على ان الدعوه مش استنبه كله لازم يقولها، انما كل واحد وحالته مع ربنا.